أبي حمزة بن علي رحمة الله عليه قال: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تنكر بي في شدتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي الأعمال دونك، وقد قصدت
وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استنجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رحمتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونورت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي علي وحبي لك شفيعي وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه وارفع عن توبيخي بكرم وجهك.
لا تسأل عن فعلي ولا تنام
برحمتك يا